الموضوع ان انا في برودكت منتج وايد عاجبني، كنت اشوفه بالانستغرام يستخدمون الميك اب ارتست، يستخدمونه كل البنات، وايد عاجبني، وايد في تعليقات حلوه، وعجبني المنتج كله حلو حلو. فعلى طول كلمت بوتيكات، قلت بوتيكات لازم انتوا تخاطبون الماركه. ليش؟ عشان بوتيكات راح يشرحون وين راح تنباع وطريقه البيع ولا لا لا لا، تعرفون هذا الامور كلها. بعدين فجاه بوتيكات دقوا علي وراها بشهرين، شو اقول؟ عهود ردت علينا بايميل وافقت. المهم ان واحده من الشروط ان المنتج بس يكون يعني بس انا يكون عندي في البوتيك، ما حد يبيعه غيري. البراند RCK، ممكن في بنات وايد يعرفونها وايد شايفينها، وفي بنات لا، هي عباره عن ميك اب ارتست يستخدمونها لجانب يحطون على الجسم والوجه. وراح يكون هذا البوكس ينزل كامل 3 ألوان، راح يكون سعره وايد ارخص من ان حتى بالويب سايت مالهم انها تنباع حبه حبه. فحبيت انا وبوتيكات نجمعهم 3 ألوان بوكس واحد بسعر وايد اقل. وغير كذي يعني مثلا اذا انت ما عرفيش ايش في ايش بيضه، انت سمرت تقدرون تشترون البوكس تشاركون فيه بالالوان اللي راح اوريكم. يعني مثلا احنا 3 هذا بوكس، واحده من خواتي خذت لون اللي يناسبها، انت اختش رفيشتك تقدرون تتقاسمون البوكس. ثلاث الوان يونيفرسال وبرونز وسانكس. 3 ألوان راح اوريكم كل واحد ولونه. على ايد ساره عشان اشوف الاضاءه، هذا اللون الاول اللي هو البرونز، بس انا مو موزعت عدل، انتم توزعونه بالفرشه يطلع وايد احلى. هذا اللون البرونز، هذا اللون الثاني، هذا اللي هو سانكس. وايد استخدمه انا اكثر شيء اذا مو مسويه تان، بس اذا مسويه تان البرونز. اوكي طبعا ما في جليتر وايد مزعج. اوكي لاني انا مسويه تان فراح استخدم برونز، يعني يعطي اللمعه بس مو يعني وايد اوفر او مزعجه اللون. يعني اني ما حطه، بس شوف هني شلون كل ما تحركين وايد حلوه اللمعه، يعني وايد معروفه البراند يستخدمونها وايد ميك اب ارتست اللي تشوفونهم. المهم بنات، ما في اي فونديشن حق الجسم او لمعه ما تطبع، يعني تطبع الملابس شيء، بس شنو الشطاره؟ اول شيء انه يكون المنتج ما تكون نسبه تطبيع، يعني طبع على الملابس 100%. هني عاد يكون كل براند شلون يكون شاطر انه بطريقه انه ما يخلي يطبع. والشيء الثاني يعتمد على، يعني خلينا نقول 70% البراند انه ما يطبع و30% انت شلون تستخدمينها. يعني ما يصير تلبسين ابيض وتين تحطين، لا ما يصير تحطين بعدين تلبسين ابيض او اسود او اي شيء، انت لبسي خلصي اخر شيء خلي اللمعه، اخر شيء ابدي حتى عشان تعرفين الاماكن اللي انت تحطينها والاماكن اللي انت ما تحطينها. اوكي الحين هذا كلينكس ابيض، طبعا انا نشفت خلاص. اوكي شوفوا يعني نسبه بسيطه. ثاني هذا هني. اوكي شفك شفت والله. إيه. ان شاء الله باكر بنات راح ينزل بوتيكات حصري بوتيكي، ثلاثتهم راح يكون سعرهم 23 دينار، لان اول واحد سعره تقريبا 12، فلما تجمعين بشيء 30 دينار بالموقع مالهم. لكن هذا العرض سويناه حق بوتيكات حق متابعيني بس، انا اللي بوتيكي راح يكون سعر البوكس 23 دينار.